يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل صلى صلاة العصر جهرا في أحد المساجد، ولما رجع في ذلك قام بعد الصلاة وقال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى العصر مرة جهرا، فهل هذا صحيح؟ ما نعرف أنه صلى في النهار جهرا، إلا صلاة الكسوف على خلاف فيها، صلاة الجمعة هذا بالإجماع أنه يجهر فيها، أما ما عدا ذلك ففي سر، صلاة النهار سرية، عليه أنه يثبت ما يقول أن الرسول جهر في صلاة العصر، يجيب الدليل ونشوف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كذلك صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء جهر. نعم.